طبعا الشيء اللي يعني معطيني حافز انه الهلال قادر ان شاء الله على العوده بالكاس هو رده الفعل الاعلاميه اللي ظهرت من خلال اللاعبين، ولما تتحدث عن لاعب بحجم وقائد بحجم سلمان الفرج، سعود عبد الحميد، ميشيل، والكلام اللي قالوه اعلاميا سواء وهم رايحين للمطار للزملاء الصحفيين والمراسلين القنوات، وانه سنقاتل وانه لا زلنا عندنا يعني ثقه كبيره في انفسنا وقدرتنا على تحقيق الانتصار من اليابان. والهلال يعني على مستوى القارة الآسيوية يبقى دائما وأبدا هو زعيم القارة وهو بطلها وهو المتسيد بأعلى رقم من البطولات، وبالتالي ليس صعب مثل ما قال أبو نايف عن الهلال أنه أنت تحتاج فقط هدف واحد، جاء هدف ولا جت خمسة، المهم أنت تحتاج أنك ما تتعادل تعادل إيجابي بنتيجة 1-1، عفوا انه 0-0 معناته المباراه للفريق الياباني. اضف الى ذلك وجود فيه تفاصيل مهمه تفرق في عمليه اعداد وتجهيز الفريق بالذات من الناحيه البدنيه والتاقلم. اي نعم هي على ارضهم وبين جمهورهم متعودين على سيستم الغذائي المعين وسيستم النوم المعين، لكن شوف الهلال وصل تقريبا لليابان قبل فريق أوراوا تقريبا ب4 ساعات ونص. الهلال وصل راح من الرياض إلى طوكيو مباشرة بطيارة بشكل مباشر، بينما أوراوا توقف ترانزيت في دبي عدة ساعات. هذا كله أوكي يسبب إرهاق للفريق. ومن ضمن الأشياء اللي أعجبتني أيضا في الهلال اللي عشان تعرف مستوى الضبط الإداري اللي أعلى مستوى في الفريق الهلالي، سالم الدوسري رغم طرده بالبطاقة الحمراء وما حيلعب المباراة إلا أنه مسافر مع الفريق، حضوره مع زملائه من الناحية المعنوية من ناحية المحافظة على جاهزيته، لسه الهلال عنده مباريات كثيرة. أرجع وأقول أنه متى ما استشعر الهلاليين اوكي بخطورة الفريق الياباني، وانه زي ما قال الزميل احمد العقيل امس بانه مشكلة الهلاليين كانوا يعتقدون انها 90 دقيقة هنا وضف لها الوقت الضايع و90 دقيقة هناك ومسألة وقت والكاس في الرياض. الان انا متأكد انه اللاعبين ودياز وإدارة النادي الان شعروا بالخطورة وشعروا بأنه الآن لابد من التحضير المعنوي على أعلى مستوى، التحضير الفني على أعلى مستوى إذا كنت تبغى ترجع بالكاس إلى الرياض، وإن شاء الله يرجعون فيه.